This is Peter. He is an Ecuadorian and he is here to watch the match today. طاب بيني بين الشباب، لكن سلمنا على بعض وكلمنا على بعض. نتمنى منكم يا جماعة أن تنشرون المقطع هذا مثل ما نشرتوا الشباب اللي طاب بيني بينه. احنا في النهاية مشجعين. In the end, we're only here to watch this beautiful game. Yes. And vamos Ecuador. Yes. Oh.